الكل يطلب الرحمة للرئيس الراحل، والكل يعني يعتبر ان دي مرحلة وانتهت، ويركز بقى فيما هو قادم في صالح البلد وفي صالح هذا الوطن وفي صالح الإسلام وفي صالح الترتيبات الجنازة، الترتيبات اللي بتتم للجنازة. والله يعني الحقيقة اللي أنا عرفته لغاية دلوقتي إنه بإذن الله الجنازة حتى الآن الخبر اللي عندي إنها بكرة إن شاء الله، وهيبقى العزاء كذلك، ربما يؤخر العزاء يوم ولا حاجة عشان فيه ناس عايزين يجوا من بلاد مختلفة. كل ده هيتحدد خلال الساعات المقبلة. أنت عارف سيادتك طبعا الفاجعة، الرئيس فاضت روحه الساعة 11 وتلت بالتمام النهاردة، يعني صباح النهاردة الصبح 11 وتلت تماما، وفشلت كل محاولات الأطباء لمحاولة إبقائه على الحياة لأن خلاص أجله كان جه، وصعد إلى بارئه الأعلى الله يرحمه ويحسن إليه ويتجاوز عن سيئاته ويتجاوز عن أي سيئات لأي ميت يا أخي، لأي ميت. لكن بس أنا بشكرك، أنا البقاء لله والدوام لله ورحمة الله الرئيس الراحل حسني مبارك. لكن هل بكرة ممكن جنازة عسكرية؟ أيوة إن شاء الله، ده بأوامر الرئيس السيسي، بأوامر الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيوة جنازة عسكرية للرئيس مبارك، و يعني ودي من الحاجات يعني اللي تدل على ان يعني هذا الرجل لديه من الوفاء وحسن تقدير الرجال ما يؤكد الكلام اللي سيادتك قلته. المحامي الكبير الأستاذ فريد الديب، خالص العزاء.